لماذا نطور مهاراتنا؟ لأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. الإنسان يولد وذاكرته بيضاء، فيبدأ بتعلم القيم والعلوم والكلام والمهارات خطوة خطوة، ولكن نصل إلى مرحلة معينة على سبيل المثال بعد المرحلة الجامعية. والإخوة، هناك بعض الأمور لا تعلم بالمدارس ولا تعلم بالجامعات، إما هي مهارة حديثة لم تدخل ضمن المناهج، أو ربما لم تدخلها المدرسة أو الجامعة لسبب من الأسباب. فهذه موجودة ضمن دورات، ضمن محاضرات، فيجب أن أطور نفسي دائما، لأنه من لا يتقدم يتقادم. إذا كنت أريد أن أجاري عصري، فيجب أن أتعرف على العلوم والمهارات والقدرات الموجودة والسلوكيات الحديثة، وبالتالي يجب أن أطور نفسي. كما يقول ستيفن كوفي بالعادات السبع للناس أكثر فاعلية، سن من شارك. سن من شارك يعني أعمل ريفرش، يعني مثل الجوال اللي عندي كل شوي أنا أعمل جوال إصدار حديث أو أنزل له سيستم حديث، وأنا تارك مخي بسيستم قديم من العصر الحجري. فيجب أن أطور بهذا، لأنه هذا ينعكس على طريقة تعاملي مع الآخرين، حياتي مع عائلتي، سعادتي الداخلية، نجاحي بعملي بمهنتي، كلها تؤثر، وسأشع وسأتطور، وإلا سأبقى بنفسي واقفا والناس تمشي وأنا واقف وكأني تراجعت. فهي مهمة جدا لتطوير نفسي ولأكون فعال بالمجتمع بشكل أكبر. التنمية البشرية شيء رائع جدا وشيء يطور الإنسان، ولكن اختر المدرب الصحيح واختر المادة التي تقدم لك بشكل صحيح، لأن ما يدخل بعقلك أهم مما يدخل